كذا نهاية موسم يعني تونسي. ما زالت المقابلة كانها تحت كونتر جاية اللي كنا نحكي مع سي لافاني، قال لنا تتحضر الناس كلها زي ما تحضر لها. كيفاش شفت البلاي اوف؟ صعيب الناس تقلت عن مباراة كل 3-4 أيام ولا فريق، ما فماش فريق، الفرق الكل النجم تشوف لي بلوسير وتشوف تعب وتشوف كذا. صعيب نسق كبير، البطولة التونسية مش مستانسة به، الملاعبية التونسية مش مستانسة به، ضغط كبير، حكام وإدارات حكام مش عندنا فيه. الناس كل تقيم اللي نجم نقيمه، والناس كل فما إجماع عليا اللي نجم الرياض الساحلي عنده فريق باهي، كان النجم يستاهل البطولة. ربي ما حبش ويصاصيدين، واللاعبين ما حبش، ما عملوش بحظوظهم جوز كبو، الضغط أثر عليهم أكثر من اللازم. المقابلات نتاع صفاقس نتاع تونس تلعبوا على جزئيات طومبي، احنا فريق ان شاء الله نعرف كيفاش ندعمهم وكيفاش نقفوا معهم وكيفاش يأمنوا بحضورهم، وان شاء الله السنة القادمة النجم يكون بروح أخرى، وان شاء الله كما قلت في المقابلة نتاع الحد هذايا النجم يظهر روحه اللي هو فريق كبير وينجم يتحمل نتائج مش باهية ونجم خسائر ونجم يقف على رجليه ويربح المقابلة. ونتر دو سيسون من فينيكس. قد سيسون روما الماتش بسيكولوجيك ما يلزم الأولاد يراجعوا روحهم ويأمنوا بحضورهم ويقوموا ويدافعوا على حضورهم ويترشحوا للكاف، وبعد العام الجاي يعملوا الحوض الخمول الجديد. فريق باهي مقنع، مدرب كفء. جوستومون مش نحكيو على المدرب، قلنا نعاودوا من جديد جمعي من جديد، دونيس لافاني قاعد في الإتوال نورمال ما احنا من الماتش الكليب مقبل خاطر سألته قال ياسر البريزيدون لا بالنسبة لنا نحن حتى ما تصير المقارنة مع الإفريقية حكينا معاه قلنا له نحن اللي كبار نحن مقتنعين بالخدمة بتاعك، الناس كل فرحانة بأسلوب الوضوح عن النجم الرياضي الساحلي، قلنا له أبستراكسيون حتى من لي ريزيلتا بالنسبة لنا احنا كهيئة مديرة وقطاع الفني لدينا تقعد على قال ما عنديش معنى نقطة ونقعدوا بعد احنا نستنشق الأمور ونورمال ما بالنسبة لنا مش يقعد على